هاد الايام الاخيره الاجواء يرثى لها، حنا تنعاني ورا اليوم هاد السلطات دخلات وهاد شويه ديال راه تيدخلوا تتوصل الاربعه اللي غنمكننا نخرجوا فيها. حنا كنا تنخرجوا مع اربعه، هاد الناس تولي داخله 400 500 هنا للقاعه، يعني الناس البارح بقاو حتى 7 ونص ديال العشيه. هاد دابا فعلوا اليوم انهم غتجي ايكيب من 4 ل 8 يخدموا الناس ديال 8 ل 4 وتجي ايكيب واحده اخرى من 8 من 4 ل 8. اليوم بدات البارح راه الناس بقاو حتى 7 وهما خدموا من 8 الصباح حتى 7 العشيه فهاد المحطه. وتكون اش غنقول لك، تكون هيستيريا ديال الناس، لان دابا ولاو بنادم باغي يجلب اي طب من سمعوا هاد الاحتياطات هاد الشيء اللي طاري بغاو يجلبوا، يعني اشنو ولاو تيجيو وما تيبغوش يجلسوا، اللي جا خصو يدوز. حنا ما يمكن ليناش، كاين سيستم يجلبوا تيتبلوكا، كاين شحال من مشاكل تقرا. ولكن اليوم راه الحمد لله اليوم كاين السلطات مدخله، وراه كاين شويه ديال النظام، وكاين المجهودات ديال هاد الناس ديال التامر ديال الداخليه اللي خدامين معاهم معاونينهم، هاد الطبيبات الميليتير ديالنا حتى هما دي زانفيرمي ودي ميدسان خدامين الحمد لله. دابا هاد النهار هذا المشاكل اللي كتلقاوهم في الشركه معاش المشاكل اللي كتلقاوهم في هنايا هاد الشيء، هاد المشاكل اللي قلت لك اننا الاكتظاظ، كاين الاكتظاظ في هاد المحطه بالضبط. راه قلت لك البارح داروا 800، باش دير 800 راه مجهود كبير باش دير 800، تخدم من 8 حتى 7 العشيه راه وسبع ايام نهار، سبع ايام في الاسبوع، اسبوع كامل حتى السبت والحد. دابا راه زادوا، يعني راه تتخرج العطله عندك 10 ايام فيها ما تتستافد منها حتى حاجه، وما كايناش. كاين جوج الناس دابا، تلقى جوج الناس خدامين في السونتر، شي تيجي للقاعه وشي تيجلس في المراكز الصحيه، يعني راه الله يكون في العون. اليوم جينا باش نديرو عمليه ديال التلقيح ضد كوفيد 19. نعم، الجرعه الاولى. الجرعه الاولى هذه اول جرعه. نعم، شنو الرساله ديالك للناس اللي ما كيبغوش يديروا التلقيح؟ اول حاجه وقبل ما نوجه الرساله ديالي، لابد وانا في هذا الاثناء وانا كنعطي هذا التصريح، الا وكلمه الشكر هي الوحيده التي تتبادر الى الذهن ديالي. اولا شكر جميع الاطقم بما فيها اولا يعني طاقم الاعلام والطاقم الصحفي باعتباره البوابه الرئيسيه لنقل المعلومه والخبر، وثانيا جميع الاجهزه بما فيها جهاز الامن اللي كنشوفوا اليوم، جهاز الامن، القوات المساعده، الوقايه المدنيه، الممرضين، الاطباء، كلهم يعني جنود مجندون لخدمه هذا الوطن، يعني وكلهم جسد واحد باش ان شاء الله نمروا الى بر الامان ونتجاوزوا نسبه ديال 80% باش يعني نوصلوا للحمايه والامان الجماعي. هذا بالنسبه للرساله ديالي، فانا كنوجه يعني رساله لجميع المغاربه انهم يلبوا هذا النداء للمصلحه ديالهم، واللي الدوله ساهره انه ساهره باش تنجح هذه العمليه من اجل الوقايه والسلامه، والخوف ديالنا كل الخوف انه نرجعوا للشعار ديال بقى في دارك. حنا حمايه الاقتصاد الوطني، حمايه يعني لهذا الوطن، لا بد لنا من تلبيه هذا النداء، وشكرا لكم. عادي جدا، عادي جدا، يعني الامور يعني مرات الحمد لله بخير وسلام. انا حداك دابا عادي جدا. شكرا. الشعيبيه الحميدي المولده بالمركز الصحي سيدي موسى، وكنعملوا حاليا بمركز الغربليه في اطار عمليه التلقيح ضد كوفيد.
كانت واجدوا حاليا بالقاعة المغطاة الغربية هنا في سلا في إطار عملية تلقيح ضد كوفيد. الآن كما كتشوفوا فالفئة العمرية اللي ولات مستهدفها الإدارة هي 25 سنة فما فوق، والحمد لله فيعني المواطنين كي متجاوبين مع هذه العملية ديال التلقيح، وكاين يعني حضور ديال المواطنين للقاعة، والحمد لله هذا الشيء كيدوز في إطار من التنظيم. وإضافة إلى هذا فبالنسبة للتوقيت ديال العملية أصبح الآن من 8 صباحا إلى 8 مساء، 7 أيام على 7 أيام، يعني ولات الخدمة حتى في عطل نهاية الأسبوع، وهذا نقطة إيجابية بالنسبة للمواطنين. ودائما كنوصيو المواطنين بأنهم سواء كانوا ملقحين أو غير ملقحين يحافظوا، بالنسبة للغير الملقحين كنهيبوا بهم بضرورة الحضور لمراكز التلقيح من أجل تلقي الجرعات ديالهم، وفي نفس الوقت الحفاظ على التباعد والقواعد الاحترازية من أجل الحد من انتشار هذه الجائحة. المشاكل اللي كتلقاو منها بالنسبة للمشاكل، كاين أولا القلة ديال ديالنا كموظفين ديال وزارة الصحة، يعني كاين قلة العدد ديالنا كممرضين أو كأطباء أو كتقنيين اللي كنشاركوا في هذه العملية، مع العلم أننا حنايا كنشاركوا في عملية التلقيح وفي نفس الوقت كنحافظوا على استمرارية العمل في المرافق الأخرى ديالنا كمراكز صحية. وزيادة على هذا الشيء فبالنسبة للتوقيت كتكون بالنسبة لنا حنا صعيبة أننا نخدموا من 8 الصباح حتى 8 العشية، مع العلم أن لحد الآن يعني كاين نقطة علامة استفهام على هل غادي تكون عندنا تعويضات أو تحفيزات بالنسبة للأطر الصحية. الله يعاونكم، هذا اليوم هو اللي ندعي معكم، الله يعاونكم، الله يسهل عليكم، الله يقويكم الصبر، وربي اللي غادي الشدر إن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الشيء، والحمد لله رجعوا لحياتنا الطبيعية، اللهم لك الحمد، الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله يعاونكم. شنو ديروا هنا بالضبط على العمل؟ أنا جيت باش نلقح، ما درتش الحقه الأولى، دابا قالوا لي 21 يوم ورجع باش ندير الثانية. اش حسيتي ما درتيش اللقاح هذا؟ لا، عادية، أنا كنت خايفة ما نكذبش عليكم حيت عندي لاتونسيون وعندي لاكوت. كنت خايفة، ودابا لحد الساعة رانا الحمد لله أنا طبيعية بقى طبيعية. شنو الرسالة ديالك بالنسبة للناس اللي ما كيبغوش يديروا التلقيح هذا؟ لا حنا ودي شوف، إلا بغينا نحميو بلادنا، بلادنا كلها، ما نهضروش غير على عائلتنا ونهضروا على بلادنا كاملة، لأن حنا الحمد لله كنا وحيدة. خصنا وليدي نديروا الحاجة اللي هي صالح الجميع، تقدموا ليها ونكونوا سباقين ليها. سادي شنو جيتي ديرو هنايا بالضبط؟ خويا جيت ندير اللقاح. نعم، الجرعة الأولى أو؟ لا غير الجرعة الأولى، يلاه صيفطوا ليا. العمر ديالي دابا 32 عام. نعم. باش حسيتي أخويا ماذا تلقاح؟ وارتاحيت أخويا بالصراحة، الراحة. تكون مهني. كعارف. كان تخوف في الأول؟ كنت كنخاف، كنقول واقيلا راه شي حاجة، كنت كنسمع وصافي. كنت درت بحالي بحال الناس، أيها الناس. الرسالة ديالك للأشخاص اللي مكيبغوش يديروا التلقيح؟ أخويا كنقول أي واحد يجي يدير اللقاح. جينا خي نضربوا الجلبة كما أي واحد كيجي يضرب الجلبة هنا. نعم. على كوفيد 19. الجرعة الأولى أو؟ لا، عندنا الجرعة الأولى هذه. بالنسبة للجرعة الثانية وقت غادي ديروها؟ الجرعة الثانية كتجي ما بعد كنجو 15 يوم إن شاء الله. واش حسيتي يا أخي ملي كتزيد التلقيح؟ وعشان كيفاش نقول لك، انا حسيت بها قاصحه ضراتني شويه. يعني كان التخوف في الاول؟ لا ما كاين لا تخوف لا والو، الحمد لله دست الامور بخير، والحمد لله الاجواء غدا مزيانه وكل شيء بخير. شنو الرساله ديالك بالنسبه للاشخاص اللي ما كيبغوش يديروا التلقيح؟ وخا الرساله ديالي للاشخاص اللي ما كيبغيوش يديروها، المشكل هو انه هذا الشيء غادي يتفاقم على كل شيء، وغادي نلقاو مشكل، واخا اللي ملقح غادي يزيد يتعادى وغادي تولي روينه. اللهم كل شيء يتلقح وكل شيء يدوز على خير ان شاء الله. هذه الرساله ديالي للمغاربه ان شاء الله، الله يشافي الجميع. جينا فاكسي ولا كورونا التلقيح ما حسيتيش بحتى شي اعراض؟ ما كاينش حتى شي اعراض، كلشي مزيان، كلشي دايز بخير، خصهم يزيدوا شويه الاطباء وصافي، هادشي اللي كاين، كلشي مزيان. شنو
الرساله اللي تبغي توجهها للناس اللي ما كيبغوش يديروا التلقيح؟ واش هو اللي بغى بنادم صحته وبغى سلامة راسو وبغى يكون مع مجتمع مزيان راه يجي يدق هذا الشيء، راه ما تضر لا في يدك لا حتى شي حاجه، ما تخلص ما حتى شي حاجه، استقبال مزيان كل شيء مزيان، وحيد من ديك الفكره خايبه من عقله ديال حكا وهادي وهادي، ومن سيدنا دكا يعني راه كل شيء مزيان، وهادي الخلاصه ديال الهضره اخويا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.